السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كورس البلامينج البارت 2، وده اللي هيكون إن شاء الله كورس التصميم. احنا الكورس الأول احنا شرحنا الأساسيات بتاعة البلامينج، وعرفنا إيه الأكواد اللي بنشتغل بيها، وعرفنا بعض حاجات في التصميمات بس بالطرق اليدوية يعني. فقبل ما نبدأ في الكورس ده، أو أي حد يبدأ معايا في الكورس ده، انصح ان هو يشوف البارت 1 الاول او الجزء الاول، لان الجزء ده حضرتك ممكن ما تفهمش منه حاجات كتير، بس هتتعرض لحاجات هتفيدنا جدا 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 في البارت 2 ده. نبدأ بقى في البارت 2، وهو خاص زي ما احنا قلنا بالديزاين. الغرض الاساسي من تصميم البلامينج سيستم ان انا بعمل حاجتين اتنين. اول حاجة ان انا بغذي الاكويبمنت المختلفة اللي عندي، زي الاجهزة الصحية في المبنى او مجموعة المباني اللي بعمل لها تصميم بكميات مياه. كميات المياه دي بتبقى طبقا لمتطلبات الاجهزة دي، وبضغط طبقا لمتطلبات الاجهزة دي. تاني حاجة بعملها، وده الغرض التاني من تصميم البلامينج سيستم، هو التخلص من المية المستخدمة من خلال شبكة الصرف واللي موجودة عندي في المبنى، وابدأ اخرجها عندي الى خارج المبنى واصرفها على الصرف العمومي. الووتر سبلاي سيستم لاي اوت. ايه اللاي اوت ده؟ لو انا عندي ماسورة مياه من البلدية، الماسورة دي بتغذي المبنى بتاعي بضغط كافي وفلو كافي، فبالتالي مفيش مشكلة او مفيش داعي ان انا اركب عندي تانك، بس دي بيبقى لها شروط وهنشوفها ان شاء الله بداية من المحاضرة الجاية. في بعض الحالات الفلو او الضغط بتاع شبكة المدينة مش كافي للمبنى بتاعي، فبالتالي ببدأ ادخله على مضخة عشان تحقق لي الضغط والفلو المطلوب للمبنى ده. بعض الحالات ممكن ان انا ابدأ اخد المية بتاعت البلدية اللي هي هتغذي المبنى ده، وابدأ ارفع الخزان فوق الارض، والخزان ده يبدأ هو اللي يغذي المبنى بتاعي. وامتى هنلجأ للحكاية دي هنعرف ان شاء الله في المحاضرات القادمة. وبعض الحالات الاقي ان انا هاخد المية بتاعت البلدية وابدأ ادخلها على خزان تحت الارض، المية تملأ الخزان ده، وبعد كده تبدأ مضخات عندي تاخد المية من الخزان اللي هو موجود تحت الأرض عندي، وتبدأ تغذي المبنى. بعض الحالات هلاقي إن المية هتخش الخزان تحت الأرض، وبعد كده بمب تبدأ ترفع المية دي الخزان فوق المبنى، وبعد كده ألاقي الخزان اللي فوق المبنى ده هو اللي هيغذي المبنى، أو ممكن أحتاج بمب تاني فوق المبنى عشان يغذي المية للمبنى بتاعي. كل حالة من الحالات دي هنبدأ نشرحها بالتفصيل. احنا المحاضرة دي تعتبر مقدمة للكورس بتاعنا. في التصميم او الجزء ده احنا هنعرف ازاي نستخدم اي حالة من الحالات اللي احنا قلناها دي، وهنعرف ازاي نقدر او نحسب المياه التقديرية للمبنى بتاعي، ولو ميل الماسورة بتاع الصرف، لو احنا بقى نتكلم على الصرف، لو كان ميل ماسورة الصرف بتاعتي كان ميلها اكبر من المطلوب، فده هيعمل عندي ضوضاء وصوت نويز عندي في المواسير والمية وهي ماشية في المواسير، وكمان هيحصل تآكل لجدار الماسورة. ولو الميل طلع اقل من المطلوب هلاقي ان يحصل عندي بلوك، ويبدأ عندي الماسورة تتسد ويحصل مشاكل عندي في نظام الصرف. وهنعرف ازاي احنا بنستخدم الجالي تراب، اللي هي من المعدات اللي بتمنع رجوع الرائحة السيئة من الاجهزة الصحية، وده احنا شرحناه في الكورس الاول او البارت 1، وهنشرحه تاني هنا بس بشيء من التفصيل اكتر، وهنفهم بقى اركبه فين وايه وظيفته. لو عندي دور بدروم، مستوى بتاع البدروم ده اقل من مستوى الصرف بتاع شبكة المدينة اللي بره، وبالتالي هنعرف ازاي نربط بالشبكة اللي هي بتاعت المدينة من خلال مستوى البدروم اللي هو اقل من مستوى الصرف بتاع المدينة. وهنعرف ايه هي الانسبكشن شامبر، وايه الفرق ما بينها وما بين المانهولز. كل الكلام ده هنشرحه، احنا شارحين الكلام ده برضو، بقولها تاني في البارت 1، بس
حاجة كده يعني ايه سطحية، فحضرتك لما تكون مراجع معايا في الجزء الاول كويس فتعرف انا بقول انسبكشن شامبر انا اقصد بها ايه. تمام، احنا لما نيجي نتكلم عن البلامينج سيستم فاحنا بنتكلم على 3 اجزاء مهمة جدا. اول جزء هو الووتر سبلاي سيستم، وده تغذية المبنى بالمياه، وده عبارة عن كولد ووتر سبلاي سيستم وهوت ووتر سبلاي سيستم، بغذي المبنى بالمياه الباردة والمياه السخنة، وهنشوف ان شاء الله ازاي بيتم تصميمهم في مشروع ان شاء الله. الجزء الثاني هو عبارة عن الدرينج سيستم اللي هو الصرف بتاع المبنى، وده بينقسم الى السويل ستاج بايب والويست ستاج بايب والفنت بايب، دول احنا شارحينهم في الجزء الاول وهنشوف ازاي بقى بيتم تصميمهم في الجزء ده. اخر جزء معانا وهو عبارة عن الستورم ووتر درينج سيستم اللي هو صرف الامطار. طيب بالنسبة للووتر سبلاي سيستم هنتكلم فيها او هنعمل فيها ايه؟ هنتكلم ازاي نختار مكان تركيب الخزان، نتكلم ان شاء الله عن احجام الخزانات وعددها وانواعها، وهنتكلم عن المضخات وعددها وانواعها وبتتركب فين، هنتكلم على شبكة المواسير كماتيريال واقطار وكيف يتم تحديدها، وازاي نحدد السايز بتاع شبكة المواسير وانواع المحابس لاغراض الصيانة او لاغراض تصميمية، بيكون ايه انواعها واماكن تركيبها. بالنسبة للدرين هنتكلم فيه ازاي نعمل ديزاين للبايب، وازاي نعمل ميول للبايب ديت طبقا طبعا للكود. هنتكلم على سرعة الصرف لو قليلة ايه اللي هيحصل، ولو سرعة الصرف اكتر من اللي هو المصمم عليها ايه اللي هيحصل. وطبعا زي ما احنا عارفين وشرحنا في الجزء الاول ان كل مدينة لها معدل مطر، فبنصرف المطر ده وازاي هيتم صرف اجهزة التكييف لان بيحصل فيها مياه متكاثفة، ازاي نقدر احنا نصرفها عندنا. طبعا الاكواد المستخدمة زي ما احنا شرحناها في اول محاضرة في الجزء الاول من كورس البلامينج انا مش عايدها تاني، الكلام ده خلاص احنا بذلنا فيه مجهود، فاحنا مش عايزين نضيع وقت بقى في الكورس ده، احنا عايزين نشتغل في التصميم. دي المحاضرة دي كانت خفيفة ودي كانت مقدمة عن الكورس بتاعنا، ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ في الكورس وهنتكلم في اول حاجة على الووتر سبلاي سيستم. ما تنسوش تدعموا القناة بتاعتنا وتشاروا الفيديوهات ديت علشان الناس تقدر تستفيد، وتدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.